لقنا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما في برنامج اللامولاتي وغادي نمشيو الاولى فقرتنا شهوات اللامولاتي عند فدوى عفان وتعرفوا على الشهوات اللي غادي تقدم المستمعات اليوم. صباح الخير فدوى. صباح النور لالا سناء. لاباس عليك؟ كي دايره؟ الحمد لله بارك الله فيك. الحمد لله بارك الله فيك. الله يسلمك شكرا لك بزاف لالا اختك. ان شاء الله بالصحه والسلامه. يا ربي امين. واحد التحيه الله يخليك. اييه هي الاولى مرحبا. نتسناو لان اول مره كيسمعونا. كنبغي نحيي ملاك وانصاف ومحمد نضال اللي راهم دابا في الاستماع. اييه. والماما والعائلتي كامله وجميع صديقاتي اللي كيعرفوا فدوى عفان. اييه مرحبا بسلامك. الله يفيك. نبداو على بركه الله. تفضلي. غادي نقدم لكم واحد لاطارت بكريمه اللوز اموندين بالاجاز وفرامبواز. ان شاء الله. ان شاء الله. انا بالنسبه للعجين مرمل كنستعملوا عجين مرمل اي سيده كدير لي اللي كيوافقها. ايوا واخا. يعني وبالنسبه للكريمه عندنا فيها 120 غرام ديال بودره اللوز. جوج بيضات. 100 غرام ديال السكر. 200 مليلتر ديال الكريمه السائله. كتكون كامله الدسم ماشي ديك اللي وثلاثه الاجاصات و 125 غرام ديال الفرامبواز ورقائق ديال اللوز الزين. هادو هما اللي عندنا في المقادير. كنديرو نوجدو بعد العجينه هي الاولى وكنديروها في المول ديالنا وكندخلها الثلاجه كنديروها بفرشات وندخلها الثلاجه حتى كتبرد بين ما وجدنا لاكريم. بالنسبه لاكريم كنطربو داك البيض مع السكر حتى كيرغو واحد شويه كنزيدو ديك البودره ديال اللوز من بعد كنزيدو لاكريم كنطربو عاوتاني كنديروا البعويد كنحطوه كنقسموه وكنقيوه وكنحطوه في يا اما كنقطعوا شرائح ولا كنحطوه فوق لاباط اللي عندنا وكنرشوا عليه هذوك لي فرامبواز من الفوق ومن بعد كنكبوا ديك لاكريم اللي وجدنا ديال البيض والسكر وبودره اللوز وكنرشوا برقائق ديال اللوز كندخلوا للفران تقريبا راه كدير واحد 30 دقيقه بين ما تاوسرها حتى كتحمر. ملي كنخرجوا اما كندهنوها بكونفيتور ديال المشمش ولا كنرشوها بالسكر كاف وكنخليوها حتى كتبرد مزيان وكنقدمها بالصحه وراح. يعطيك الصحه. اي طريقه سهله. الا بغيتي نعطيك العجين بالنسبه للسيدات اللي ربما واخا يكون احسن ان شاء الله. واخا بالنسبه للعجين عندنا هذه انا كنستعملها دائما في لي طارت كاملين عندي هي لا باز ما كنبدلهاش كتعجبني وكتجيني مزيانه والمذاق ديالها حتى هو زوين. فيها 250 غرام ديال الدقيق 125 غرام ديال الزبده بيضه جوج المعالق كبار ديال السكر كلاص جوج المعالق كبار ديال بودرة اللوز كنخلطوا هذا الشيء كامل هكا كنبداو نجمعوا حاجه بحاجه والا ما تجمعاتش لينا كنزيد واحد المعلقه حتى جوج معالق كبار ديال الحليب كنزيدو غير بشويه ماشي نكثروا تجينا جاريه يا خصها يتجمع ونزكاو صافي ملي كنجمعوا كنغطيو على شكل كره نجمعوا على شكل كره كنغطيو وندخلوا الثلاجه 30 دقيقه من بعد كنشكلوها كيف ما بغينا يا اما هكا طارت اموندين يا اما كنطيبوها كنديروا فوقها بابي هذاك ديال الكويسون كنديروا فوقها الحمص ولا شي حاجه ديال الثقل كنطيبوها ابلون ولا كل سيده ودير بها هذيك الساعه اللي بغات. هذه بالنسبه لطارت اموندين. عندي لكم واحد العجين مورق مالح واخا نستعملوا المملحات كيف ما بغينا اما دي بيتزا غولي حتى هو اساس ديال المملحات واخا يا اما شناك يا اما كروسون صالي اللي بغات السيده وفاش ما بغات تستعملوا. عندنا فيه 500 غرام ديال الدقيق بيضه ثلاثه معالق كبار ديال زيت الزيتون معلقه صغيره ديال الزعتر محكوك هكا بالنيت المليحه على حسب الذوق والخميره ديال الخبز هي على حسب الجو راه شويه كتخمر خصها تكون خامره بزاف كتولي عطيه الريحه ديال الخميره تمشي و25 سنتيلتر ديال الماء يكون دافي ومعلقه كبيره ديال السكر و100 غرام زبده ديال التوراق. ياك ما كنزربها لها سنة. واخا نعاودوا هذا العجين ديال المملحات لانه بزاف المستمعات يعني كيبغوا بحال هاد الاقتراحات. واخا كيمشي. عندنا 500 غرام ديال الدقيق. بيضه. ثلاثة المعالق كبار ديال زيت الزيتون. معلقة صغيرة ديال الزعتر محكوك. الملحة. وخميرة ديال الخبز. و25 سنتيلتر ديال الماء دافي. ومعلقة كبيرة ديال السكر. و100 غرام ديال الزبدة التوراق. اول حاجه كنبدا ديك الزبده كنسرحوها على شكل مربع وكندخلوها للثلاجه خاصه باش تكون بارده حيت مع الصاد باش نبداو نلويو فيها ما خصهاش تبدا تخرج لنا من العجينه. من بعد كنخلطوا الدقيق والمواد الاخرى كامله مع البيضه مع زيت الزيتون الزعتر الملحه والخميره وكنبداو السكر وكنبداو نجبدو بالماء دافي حتى كتجمع لينا كندلكوها مزيان خاصها تكون لينه وكنغطيوها كنخليوها كتخمر حتى كتخمر وكتضعف. من بعد كنضربوها باش نخرجوا منها داك الهواء اللي فيها كنسرحوها على شكل مربع يكون كبر من داك المربع ديال الزبده
كنشدو الزبده كنحطوها مايله الوسط وكنبداو نطويو على دوك الجناب ديال العجين. فهمتيني بحال اللي كنجمعو واحد الظرف بحال الانترفيات ولا حاجه وكنغطيو ديك الزبده كامله. ومن بعد كنسرحوها على شكل مستطيل كنطويو على ثلاثه وكندوروها دائما بحال العجين مورق عادي غندوروها فيها. كندوروا دائما دوك الحاس ديال العجين يكونوا على ايدنا اليسرى واللي العجين اللي مسدود يكون على ايدنا اليمنى. واللي مفتوحين من جناب وحده كتكون قدام وحده من فوقنا. صافي كنعاودوا طويله كنعاودوا نطويوها ثاني على ثلاثه وكنعاودوا ندوروها دائما حتى ديك العجين اللي مسدود يكون على اليمين ديالنا. حتى كنديروا واحد الخمسه حتى سته المرات. الا كان الجو سخون بحال دابا بزاف كندخلوها ما بين كل جوج طيات ندخلوا واحد 10 دقائق باش تجمع راسها. مع ديك الزبده مع الصهد كتبدا كتذوب. صافي من بعد كندخلوا واحد 30 دقيقه ملي كنلويو هذيك خمسه او سته المرات كندخلوا واحد 30 دقيقه للثلاجه وكنستعملوها كيف ما بغينا. انا عندي لك واحد الاقتراح كندير بهم دي شناك ولا دي بيتزا هذاك غولي. يعني هذا العجين ديال الملاحات اللي عطيتينا. هذا العجين ديال دابا اللي عطيتك. عندنا بالنسبه لهذا العجين ملي غادي يكون يبرد في الثلاجه غنشدوه غادي نقسموه على جوج. النص الاول غادي نسرحوه كندهنوه بلا موطارد. واحد شويه الموطارد كل سيده على حسب الذوق اللي كتبغي حاضر لي وغرشوها بجونبون دو دان تفومي اما العادي واللي فيه البوافر جوج كيواتيو بعضياتهم فروماج محكوك وغادي نروليوها روليوها حنا كنزيرو نزيرو غندخلوها المجمد واحد شويه خاصها تجمد باش تقطع لنا مقاده ندخلوها المجمد غادي نقطعوها نقطع مدورين هكاك وغادي نحطهم نصفوهم في اللاطه نخليهم يخمروا لنا واحد شويه ونشالو الفران ندخلهم يطيبو. انا كنفضل ندهنو معي بشويه الحليب ما كيعجبنيش داك الصفر ديال البيض اللي بغات تهنا بالصفر ديال البيض دهنا كل وحده واختيار ديالها. انا غير الحليب هكا كيحمرهم زعما حيت ما فيهم السكر العجين ما كيتحمرو. وبالنسبه للنصف الثاني كندير ليه شويه كندهنو بلاصوص ديال البيتزا رش عليه شويه ديال الطون شويه ديال الزيتون كحل رش شويه ديال الزعتر وفخوماج حتى هما كنلويهم بنفس الطريقه وندخلهم حتى كيجمدوا وكنقطعهم كنديرهم حتى هما يخمروا من بعد كيطيبوا بصحه وراحه. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. يعني الاساس ديال العجين المملحات وحشوات مختلفين وسهلين. بغات دير دي كرواسون كدير وسطهم فخوماج وكتولي كرواسون راهم كيخمروا كيجي بحال الشكل ديال التيبا مع هما اصلا متورقوا. العجين تورق هذيك الساعه السيده كل وحده ودير بهم اللي بغات. اما هاد دي شناك سالي اما كل وحده والاختيار ديالها وبصحة. الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك. نعطيك واحد الغريبة بهلا بلاد ديالي. ان شاء الله واخا. هادي انا نسمتها بالبخالينة ديال اللوز فنديها نص كيلو ديال الدقيق 300 مليلتر ديال الزيت 150 غرام ديال السكر الثقيل كاس ديال الزبدة. الو الو وي هي تقطع الصوت كتسمعيني دابا نعاود من الاول. واخا عندنا نص كيلو ديال الدقيق 300 مليلتر ديال الزيت 150 غرام ديال السكر الثقيل كاس ديال الزنجبيل المحمر نص كاس ديال اللوز القشره ديالو مهرمش هكا كيعيف شويه نطحنوه غير واحد شويه يبقى شويه صين وجوج ديال الفاني وجوج ديال الخمارات واحد القبيصه ديال الملحه ومعلقه صغيره ديال القرفه. اول حاجه كنبداو كنخلطوا النواشف كامله الدقيق السكر الزنجلان اللوز الفاني والمليحه والقرفه الخماره ما كنديروهاش كنشدو كنرملو بهذاك الزيت اللي عندنا كنرملوه كامل وهذيك الدقيق اللي عندنا ومن بعد عاد كنضيفوا الخميره هي الاخرى كنخلطوه وبلا ما كنجمعوا العجينه او ندلكوها ولا كتبقى هكا كنغطيوها كتبقى مرمله نغطيوها كتبات في الثلاجه الليله كامله من الاحسن كتصدق زوينه نجرب زوج مرات او ثلاثه وصدقات لي زعما هاد الغريبه بات في الثلاجة الغد كنسخنو الفران يسخن مزيان وكنشدو كويرات من هاديك العي كنشدو كنبداو نصنعو في كويرات راه كتبدا كتجمع لينا يعني بلا ما نبداو ندلكوها أو نجمعو هاديك لاباطخ نخليوها هكاك مرملة ملي كنشدوها في إيدنا راه كتجمع كرة ديال الغريبة كنشدوها كنديرو غريبة ديالنا كان على حساب الحجم تكون شوية متوسطة ماشي كبيرة بزاف كنكوروها هكاك في الكف ديالنا وكنضغطوها واحد شوية عليها وكنحطوها في الفران في اللاطة ديال الفران تكون مغطية بورق الطاي أو مدهونة بواحد شوية ديال الزيت على حساب الكوسكيتة وكندخلوها للفران العافية تكون من الفوق حتى كتشقق لينا ملي كندخلو للفران كنقصو واحد شوية ديك العافية منخليوهاش مدة باش متحرقش لينا خاصنا باش تتشقق قبل ما تبدا تحرق كنشدوها كنشعلو بديك العافية من الفوق حتى كتشقق كاملة وكان من بعد كندخل نطلعوها كتبدا تحمر يعني من التحت ديالها وكنخرجوها كتكون تشقق وكتجي زوينه في الشكل ديالها.
هي تبارك الله عليك. المهم الفران يكون سخون هذا هو اللي كيشقها وبهذه الطريقه كتبات هكا بلادليك بلا والو كتجي زوينه. اييه وانا نسمتها بالبراليني ديال اللوز واحد المره جات غزاله بالبراليني ديال اللوز. جا المذاق ديالها زدت فيها واحد جوج معالق ديال البراليني ديال اللوز. اييه في العجينه نضيفوا جوج معالق ديال البراليني. في العجينه ضافت وجات واحد المذاق مختلف. واخا. وكحتى اللون عطاها اللون ديال. اييه ديال اللون ديال البراليني. واخا. من بعد في الاخر بغيت نعطيك البراليني ديال اللوز السيدات اللي بغاو يديروا في الدار نعطيك حتى هو سهل. واخا نختموا بها في دواء. صافي وصل الوقت. بقيت بكم في الحقيقه. الله يخطيك بارك الله فيك شكرا. واخا انا نعطيك سميتو البخاليني حيت الا بغيتي وعندي واحد لاباط فيتي سهله زي جربتها وزوينه بزاف. واخا ما غاديش نحرم المستمعات منها تفضل في الدواء. واخا انا نعطيك البخاليني هو الاول ان شاء الله. عندنا هذا البخاليني هذه الكميه ممكن نقسموها على جوج ماشي ضروري نديروا هذا العبار كامل. فيه 250 غرام ديال اللوز 130 غرام ديال السكر وجوج معالق كبار ديال الماء. اول حاجه كنفزكوا داك السكر بداك الماء وكنحطوه فوق النار حتى كيذوب وكيبدا كيغلى كيبداو دوك فوقات كيبداو ديال السكر بحال اللي كيبدا كيولي كراميل ولكن ماشي بدا كراميل غير يبدا يغلى لنا السكر. كنلوحوا عليه هذاك اللوز وكنبقاو نحركوا حنا كنحركوا داك السكر كيتحجر على اللوز. من بعد كنبقاو نحركوا حتى كيذوب راه كيولي كراميل واللوز كيلصق فيه هذاك الكراميل كامل. وكنكونوا حدانا موجدين واحد الورق ديال الطهي وداهنينه بالزيت حيت بالزربه كيبدا يجمد. كنخوي فوق هذاك اللوز وكنسرحوه بسرعه ولكن بالمعلقه ديال العود وهي مع السكر راه كيحرق. كنشدو كنسرحوه بالمعلقه ديال العود وكنخليوه حتى كيبرد مزيان كنشدوها كنهرسوها وكنبداو نطحنوها في ان دو تخوا. كنطحنوه ملي كيولي عندنا بودره هذيك راه البودره ديال البخاله ومن بعد ملي كيبدا يطلق الزيت ديالو كيولي بحال امنو هذاك هو البخاليني. كنبقاو نطحنو فيه مزيان ولكن الروبو خصو يكون مزيان لانه كياخذ واحد شويه ديال الوقت وكيبدا يسخن. خاصنا نبقاو نطحنو فيه مزيان حتى كيطلق الزيت. الا بغيت شي يوصل لي نخلي بودره حتى هي هذيك زوينه كنسمو بها لو كيك ولا شي حاجه بغينا. وبالنسبه لهذا البخاليني اللي مصايب في الدار يعني كنحتفظوا به بالطريقه العاديه ولا خصنا؟ كيبقى عندنا في الثلاجه في طاسه بلاستيك كيبقى زعما كيبقى مزيان لان هذاك اللوز زعما انا كيبقى عندي واحد المده. دير نسيت انا نفس الكميه تستعمل منه هكا تبغى تنسم الحاجه كالحليوات صابلي راه كيتنسمو به صابلي كيجي لذيذ. كل سيده عنده بزاف استعمالات ان شاء الله ومازال نعطيو اقتراحات بالبخاليني. دير فيهم الديموس بغات تنسم بهم لا كريم ماشي غير ضروري في الحلوى. اييه بالنسبه للعجين انا قلت فريتي. اييه اللي قلت لك عندنا الساري عندنا فيها 500 غرام ديال الدقيق 250 غرام ديال المارغارين راها كاينه سبيسيال فيتاج اللي كتكون خاصه بالتوره. معلقه كبيره ديال الخل الابيض وواحد شويه ديال الملحه تقريبا واحد المعلقه صغيره و250 مليلتر ديال الماء يكون بارد. كنشدو فوق الرخامه كنفضل فوق الرخامه كنحطو داك الدقيق وكندير عليه ديك المليحه والخل وكندير هذيك الزبده كنقطعها مربعات كنبداو غير كنجمعوها هكا بيدينا ما خصهاش الزبده تدخل في العجينه خصها تبقى باينه. وكنديروا عليها داك الماء البارد وكنجمعوها نجمعوها كره ولكن عند الكواش كي كنجمعو نجمعو بيدينا والزبده تبقى بيننا دوك التريفات ديالها. وكنسرحوها من بعد كنسرع على شكل طول وكنطويو على ثلاثه وكنخدموها ثلاثه مرات بحال العجل المورق. واخا كتبان الزبده دابا مربعات في المره الاولى ولكن ملي كتور كنسرحو نطويو راه كتجمع كتولي عندنا العجين كيبان رطب. الا ما ثلاثه مرات او اربعه على حسب راه غادي يبان السيده راه غادي يبان لها العجين كيفاش داير. واخا صافي دخلت الثلاجه بين ما احتاجتها تستعملها. انا تقدر في المجمد راه كتبقى بحال دابا الا استعملت غير نص نص الاخر كنديرو في مجمد كنديرو به لي شوسون كنديرو به اما لي فولوفون راه كيجي زوين. ايه بيتزا ولا طلع داك الحشوه ديال كيطلع هو فيتي زوين زعما ساهل بالنسبه للسيدات اللي ما باغاش دير بهم باغا هكا شي حاجه خفيفه توجد. واحد الحشوه سهله ديال لادان تفضلي. بالنسبه عندنا لادان فيمي اما اللي فيها البزار او العاديه جوج حكاك ديال الجبن اللي كيتباع الاسم وثمانيه ديال الفخوماج المربى واحد شويه ديال الثومه الاعشاب المنسمه اما زعفر سيبولات على حسب وملحه والبزار وشويه من هذيك لادان فيمي كما قلت على حسب. كنشدو هادشي كنخلطو في واحد الطاسه كنسرحو هذاك العجين اللي عندنا وجدناه نقسموه على جوج او على حسب اللي باغا تستعمل السيده نقطعوها دوائر كنشدو نحطو شويه من هذيك الحشوه كندهنو الجناب عين النص ديالها بالصفر ديال البيض وكنغطيوه بالنص الاخر ديال لاباط باش كتلصق لينا حيت ما خصناش نوركو عليه لو وركنا هذاك التوراق كيمشي
يعني كان 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 دكتور غير على الجناب وهذاك الوس كتبقى ديك الحشوه ديال البيض راه غادي يلصقها خاصه الصفر ديال البيض كيسودي هذيك لاباط غادي نشدوها من بعد كندهنوها حتى هي بالصفر ديال البيض من الفوق وكنشدو بالموس كندير واحد نزوقو واحد الشكل بالنسبه الشوسون يبان منظر زوين وغندخلوها للثلاجه واحد بينا قرب يا اما قرب الفطور بغات السيده توجد حتى دابا على تيسع ليها ما فيها لا خميره لا والو محدا هي كتبرد ومحدا ملي كتدخل الفران كطلع غادي ملي كيتشعلوا عليها الفران كنرش واحد شويه حدا فين كنحطينا دوك لي شوسون ديالنا بواحد شويه ديال الماء اي ماشي لاباط غير شويه حداها فوق البابيي كويسون مع داك الماء كي لافابور ملي كيطلع يديرها كيساعد لاباط انها تنفخ وغنسخنوا الفران ديالنا على درجه 180 ومني هذاك لي شوسون عندنا راهم مدهونين او لا بغات حتى لاخر لحظه عدناهم رشهم باما بالبافو او الزنجلان او اللي بغينا وندخلهم الفران حتى كيطيبوا انا عندي فران ديال الغاز راه كنشعل عليهم من التحت حتى كيتحمروا عاد كنشعل عليهم من الفوق يعطيك الصحه تبارك الله عليك في الدواء شكرا لك بزاف على تواصلك معنا اليوم الله يبارك فيك ونلتقي بك ان شاء الله فرصه مقبله والمزيد من الشهوات يعني تبارك الله في دواء عفان من المستمعات النشطات جدا في الفيسبوك وتبارك الله كتقدم اقتراحات مميزه